أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى الجزء الثاني من الحدث الإيراني، ونناقش فيه مقاربات ترامب فيما تبقى من ولايته، رسائل حرب أو سلام. تتابع إيران باهتمام كبير إذن الخطوات والقرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، ويحق لها أن تقلق من هذه الخطوة الانتقامية التي قد يقدم عليها ترامب ليقطع الطريق أمام الرئيس المنتخب بايدن الذي لم يخفي رغبته في تسوية الأزمة مع إيران. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن ترامب بحث مع كبار المسؤولين إمكانية استهداف موقع نووي إيراني خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم حذروه من مخاطر نشوب نزاع واسع النطاق إذا أقدم على هذه الخطوة. ورد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي على ذلك بالقول إن إيران ستستهدف أي طرف يريد استهداف مصالحها. وتتزامن هذه التطورات مع تهديدات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء جولته في عدد من دول المنطقة. هذا وقصفت دولة الاحتلال الإسرائيلي مواقع يرجح أنها إيرانية في محيط العاصمة السورية دمشق. وأعلنت الأمم المتحدة كذلك عن نقل موظفيها خاصة الأمريكيين من العاصمة صنعاء إلى مناطق أخرى في خطوة استباقية لإعلان واشنطن تصنيف جماعة الحوثي الحليفة لإيران جماعة إرهابية. في المقابل تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم بصواريخ الكاتيوشا كان يستهدف على الأرجح السفارة الأمريكية. مزيد من التفاصيل حول المشهد الإيراني مع أيوب الريمي. سيغادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض وفي نفسه شيء بل أشياء من إيران، الدولة التي أوقع عليها من العقوبات أقواها ومن الحصار أشده، دون أن ينال مراده بالجلوس مع الإيرانيين على طاولة المفاوضات ليكتب اتفاقا جديدا عوض ذلك الذي مزقه بمجرد وصوله للبيت الأبيض. وها هو ترامب يقدم لإيران هدية مسمومة لا يعرف خيرها من شرها على الشرق الأوسط بإعلانه سحب الآلاف من قواته في العراق وأفغانستان. وفي الظروف العادية سيقال إن خطوة ترامب تصب في مصلحة إيران بخلو العراق من أي منافس لنفوذ طهران، وهذا ما سعت الجمهورية له طيلة سنوات بل وقاتلت لأجله. لكن أخبارا أخرى تجعل القلق يدب في صفوف الإيرانيين، تفيد باستفسار ترامب عن إمكانية تنفيذ ضربات ضد أهداف حيوية في إيران، ما يعطي لخطوة سحب القوات دلالة أخرى، فواشنطن تريد إبعاد جنودها عن دائرة الخطر في حال قررت طهران الرد على أي ضربة عسكرية أمريكية محتملة. وخبرت أمريكا حدود الرد الإيراني بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، حينها كان أقصى ما بلغته إيران هو توجيه ضربة لقاعدة عسكرية أمريكية لم تخلف قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين. ومع ذلك عززت واشنطن قدراتها الدفاعية في العراق بنشر بطاريات الباتريوت لحماية سفارتها، ذلك المبنى المفضل لصواريخ الميليشيات العراقية. تفكير ترامب في توجيه ضربة محدودة لإيران وهو المتبرم من الحرب طيلة ولايته يعكس رغبة في تعقيد مهمة خلفه جو بايدن الذي يضع في سلم أولوياته العودة للاتفاق النووي. وبقدر ما قد تجد إيران سعة أكبر لتوسيع النفوذ في العراق بعد سحب القوات الأمريكية، بقدر ما يزداد عليها الضغط من الحدود الأفغانية، فتلك البلاد ستعرف هي الأخرى سحبا لجنود الولايات المتحدة وما يستتبعه ذلك من توسيع نفوذ طالبان في البلاد. طالبان، هذا الخصم اللدود لطهران منذ عقود رغم محاولات التقارب وتلطيف الأجواء. وكأن قدر العالم والشرق الأوسط وإيران الاستمرار في حبس الأنفاس حتى آخر دقيقة لترامب داخل البيت. ولمناقشة المشهد الإيراني أرحب بضيوفي الدكتور فارس الخطاب مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل من لندن. أرحب بضيفي أيضا الدكتور عبدو اللقيس الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية من بيروت، وبالطبع ضيفنا السيد يوسف عزيزي الذي كان معنا قبل الفاصل. أهلا بكم ضيوفا على هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور فارس خطاب، كيف بداية تقرأ هذه التهديدات أو رسائل التهديد المتبادلة بين طهران وواشنطن؟
أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام أهلا بك. وبالسادة مشاهدي القناة. حقيقة هذه القضية ربما تثير حفيظة إيران كما تفضلتم في التقرير، وتبقيها في حالة من الإنذار وحالة من الاستعداد المطلق حتى آخر لحظة ربما من فترة رئاسة الرئيس الحالي أو الرئيس المنتهية ولايته ترامب. لكن هناك أمور كثيرة ربما تمكنت إيران من إثباتها على الأرض ولا تحتاج إلى أن تثبتها مرة ثانية بالنسبة للتهديدات الأمريكية، فقد جربت الولايات المتحدة الأمريكية ردة الفعل الإيرانية عندما اغتالت سليماني ثم هددت إيران برد كان ردا نوعيا بشكل ربما شكل أو مثل رسالة فقط من القيادة الإيرانية إلى أنها قادرة على أن تصل إلى أهداف أمريكية بسهولة وبدقة. لذلك الموضوع فيه من الخطورة ما يجعل منطقة الشرق الأوسط أو ما يجعل العالم الحقيقة على شفا متحرك خطير جدا فيما إذا فعلا قام ترامب بتنفيذ هذه التهديدات. وأنا من المشككين بهذه المسألة، وأقصد التهديدات بتوجيه ضربة عسكرية إلى مواقع معينة في داخل إيران، وإنما قد يستعاض عنها بضربات إلكترونية سيبرية قد تحد من أنشطة المفاعلات النووية لفترة من الزمن. وأيضا قد تقوم إسرائيل بمغامرات من ذات النوع كما فعلت على الجولان، وربما قد تفعل مع حزب الله، وأيضا بما قد تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات الحوثيين في صنعاء وما حول صنعاء. نعم، أعتقد أن المسألة مسألة فيها نوع من الإرباك، فيها نوع من الفوضى يريد أن يخلفها ترامب لمن سيأتي من بعده، وهو هنا بايدن، تسليمه منطقة بفوضى عارمة بقدرات أمريكية محدودة برفض شعبي عام ربما وإسلامي أعم للتصرف الأمريكي تجاه الدول الإسلامية التي تريد أن تحقق نعم. هوية لها معينة في مجال الطاقة النووية وما سواها. طيب دكتور عبدو من بيروت، يعني هل تنظر بعين من الجدية لهذه التهديدات من قبل واشنطن لطهران؟ أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام. أهلا بك. طبعا يعني موضوع التهديدات الأمريكية لإيران يعني مضى عليها 40 عاما، ولم تجرؤ أمريكا على أن تقوم بعمل مباشر ضد الجمهورية الإسلامية لأنها تعلم عواقب هذا العدوان، وخاصة في هذه الفترة. يعني إيران اليوم هي ليست إيران ما قبل 10 سنين أو 20 سنة، أصبح لديها من القوة والمقدرة التي تستطيع ليس أن تهدد القوات الأمريكية في المنطقة، لا بل أن تسقط النفوذ الأمريكي مع كل حلفائها الذين يتآمرون معها في هذا العدوان، وخاصة قاعدتها المتقدمة الأساسية في المنطقة، وأعني بها الكيان الصهيوني وشقيقه التوأم الحركة الوهابية المستعمرة لأرض الحجاز. فبالتالي كل هذه التهديدات هي من أجل التعمية على الأوضاع الخطيرة التي تعاني منها أمريكا في الداخل، والتي هي بصدد يعني إرهاصات الدخول في حرب أهلية. كل الكلام عن أن هناك محاولة لإرباك الخصم الديمقراطي في حال استلم الحكم هو يعني مجرد تأويل وليس لها أساس من الصحة، لأن ترامب لن يسلم السلطة ولن يخرج من البيت الأبيض إلا مرغما بالقوة، وهذا الأمر هو الذي يعمل ترامب وكل طاقمه على التعمية عنه بشكل أساسي من خلال إبداء يعني التسريبات عن أنهم ربما يقومون بهذا العمل العسكري. أو ذاك من يريد أن يقوم بعمل عسكري بهذا الخطورة لا يعطي هذه التسريبات، لأن هذه التسريبات تعطي الخصم القدرة على الاستعداد لمثل هذا الأمر. لذلك أعتقد جازماً أن أمريكا لن تجرؤ، خاصة بعدما تلقت الصفعة الأولية من الرد على اغتيال الجنرال سليماني وشقيقه المهندس،
وقالت إيران أن هذا كان رداً أولياً ولم ينتهي عملية الانتقام لمقتل الشهداء. فبالتالي الأمور يعني هي في غاية الدقة والحساسية، وأن أمريكا لديها من الإشكالات الداخلية ما يجعلها يعني منشغلة تماماً عن القيام بأي عدوان في الخارج، فضلاً عن أنهم يريدون سحب قواتهم نحو الداخل الأمريكي وليس إعادة تموضع في المنطقة. طيب سيد يوسف عزيزي، هل تتفق مع السيد عبدو اللقيس بأن أمريكا لن تتجرأ على توجيه أي ضربة بأي شكل من الأشكال لإيران بعد رد طهران على اغتيال سليماني؟ هناك يعني في الواقع تحركات مثل يعني زيارة أبرامز مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية إلى إسرائيل، ومن ثم إلى السعودية، ولقائه مع مساعد وزير الدفاع السعودي، وكذلك الزيارة الأخيرة لبومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة إلى إسرائيل، يعني وأيضا سحب القوات الأمريكية أو تخفيضها في أفغانستان من أفغانستان والعراق، تؤشر إلى مثل هذا الأمر، يعني احتمال ضربة لإيران أو لحلفاء إيران في المنطقة. هذا من جانب، لكن من جانب آخر أيضا الإدارة الأمريكية ستحسب حسابها أن مثل هذه الضربة أو يعني أي قصف أو أي هجوم عسكري إلى على أي منطقة في إيران ممكن أن يوحد الجماهير الإيرانية مع القيادة الإيرانية التي المنفورة حاليا والمكروهة من معظم فئات الشعوب الإيرانية لأسباب مختلفة، منها مذبحة انتفاضة تشرين العام الماضي، ومنها إسقاط الطائرة الأوكرانية المتعمد، ومنها الاعتقالات الواسعة بين صفوف المعارضين والتي مستمرة لهذه الساعة. فما أتصور أن الإدارة الأمريكية تريد أن تعطي هذه الفرصة للنظام الإيراني كي تلتف الجماهير حوله. فأتصور أن ترامب سيستمر بفرض العقوبات ضد النظام الإيراني، ويعني حتى بايدن لا يتمكن من نوعا ما إزالة هذه ورفع هذه العقوبات بسهولة. وأنت تعرفين أن هناك نوع من العقوبات مفروضة على إيران، العقوبات النووية والعقوبات بسبب العمليات الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني ضد أبناء شعبه أولا وضد الخارج وفي الخارج ثانيا. فهذه العقوبات من الصعب على بايدن أن يرفعها بسهولة، وخاصة العقوبات على الأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني. ونحن نعرف أن صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري والفيلق القدس كقوتين إرهابيتين، وكذلك فرضت حظر شامل على المصرف المركزي والنظام المصرفي في إيران. فكل هذه الأمور أنا أتصور تأثيرها إذا استمرت سيكون أفضل من أي ضربة عسكرية لإيران. طيب. وهذا أتصور أن الإدارة الأمريكية الحالية والمقبلة تفهمه فهما جيدا. طيب دكتور فارس، يعني ما هي غاية هذه يعني سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها إدارة ترامب الآن في اللحظات الأخيرة على إيران، سواء بموضوع التلويح بضربة عسكرية؟ يعني ما الهدف بالتلويح بضربة عسكرية إن لم يكن أو سيكون هناك ضربة عسكرية وسياسة العقوبات؟ نعم، في الحقيقة أولا يجب أن نعلم أن ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب لم يرد في باله أبدا أنه سيخسر هذه الانتخابات، هو تعامل حتى آخر يوم من أيام الاقتراع أو الانتخاب تعامل على أنه الرئيس المكمل لفترته الثانية، وعلى هذا الأساس فكان لديه أجندة خاصة بإيران كما لديه أجندة خاصة ربما بمنطقة الخليج والكيان الصهيوني. لذلك هذا الموضوع ربما وقع رغما عن أنفه الخسارة المؤكدة يوما بعد يوم. الموضوع الثاني أنه ليس موضوعا ترفيا وليس موضوع مفاضلة بين العقوبات أو بين الضربة العسكرية، هذا شيء كل يوم بل كل أسبوع ستصدر حتى مغادرته ستصدر حزمة من العقوبات الجديدة ضد إيران، هذا مؤكد لدى القائمين على البيت الأبيض الآن وعلى رأسهم الرئيس المنتهي ولايته ترامب. لكن الضربة العسكرية ذات هدف واضح ومحدد، إيران تجاوزت الحدود المسموح بها. هل يمكن برأيك دكتور فارس أن يلجأ ترامب فعلا لهذا الخيار؟ نعم، هذا الخيار متاح بثلاثة سيناريوهات، أما أن تقوم إسرائيل بالضربة وتغطيها المملكة العرب تغطيها الحقيقة أنا لا أعرف هل تسمعوني أم لا؟ نعم أسمعك بوضوح. نعم هناك ثلاث سيناريوهات، السيناريو الأول أن تقوم إسرائيل بالضربة الجوية وتحميها الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون ضربة مشتركة أمريكية إسرائيلية أو أن تكون ضربة أمريكية مباشرة سواء كانت بالطائرات أو من خلال الصواريخ الموجهة بدقة لمفاعل نطنز الذي ربما الحقيقة لديها إيران فيه خزين من اليورانيوم الجاهز لأن يتحول إلى سلاح نووي أو تعبئة رأس نووي. تجاوزت الآن إيران لديها 12 ضعفا أكثر من الكمية التي كانت لديها، من 350 كيلوغرام إلى 12 ضعف عن هذا الرقم تملك من اليورانيوم الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح نووي. لديها قدرة إلى الربيع المقبل خلال فترة الخمسة أو ستة أشهر المقبلة، معلومات المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية وحتى المخابرات السعودية تؤكد على أن إيران ستصنع أول رأس نووي خلال خمسة إلى ستة أشهر، هم يوصفوه بالربيع المقبل. الولايات المتحدة لا تريد أن تمنح إيران هذه الفرصة، وترامب يجد نفسه مسؤولا عن هذا الملف حتى هذه اللحظة. التجربة العراقية عندما أراد الرئيس الراحل صدام حسين أن يمهل، عندما دخل الكويت أراد أن يمهل حتى الربيع 1991، لم تقبل واشنطن هذا الموضوع وكانت تعلم ضمن معلوماتها أن العراق ربما لديه قدرة على أن ينتج رأسا نوويا أو رأسا بيولوجيا خلال هذه الفترة. إذن الصراع الآن مع الزمن، من يستطيع أن يوقف عجلة من؟ الإيرانيون يحبسون أنفاسهم ويعدون الساعات وربما الدقائق لرحيل ترامب، ويعتبرون هذا الموضوع يعني كابوسا كان مطل بكل جوانب على إيران. أيضا الجانب الأمريكي والإسرائيلي وربما دول المنطقة أيضا تخشى من أن تتحول إيران إلى دولة نووية وبالتالي تصبح دولة مهيمنة على مقدرات الأمور. هي الآن بدون سلاح نووي مهيمنة بأذرعها المختلفة وبوسائلها ربما الإرهابية في دول كالعراق واليمن وسوريا ولبنان وغيرها، فكيف إذا ما تمكنت من صنع رأس نووي؟ كل الأمور الآن الحقيقة على كف عفريت كما يقال في المثل. لأن فعلا هناك نية لاستخدام إما السلاح المباشر ضربات جوية أو استخدام السلاح الإلكتروني، وهو تعطيل المنظومة الإلكترونية المتحكمة
بالمفاعلات النووية الإيرانية وخاصة مفاعل نابلس. طيب دكتور عبدو، يعني إن كان خيار الضربة العسكرية كما تحدث الدكتور فارس من وجهة نظره قائم، الغارات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على ما قال بأنها مواقع لإيران في سوريا، هل تأتي في سياق التصعيد خلال هذه المرحلة، مع النظر طبعا إلى أن الغارات الإسرائيلية متكررة على سوريا وتستهدف مواقع إيرانية؟ يعني لا بد من الإشارة قليلا بعد التعليق على ما ورد على لسان الضيوف. أولا، يعني الاحتجاجات التي خرجت في العام الماضي كانت مؤكدة وليست من قبيل التهم، بأن السفارات البريطانية تحديدا كانت تخوضها، من خلال ما حيث تم اعتقال السفير البريطاني نفسه، وأنتم تعلمون ذلك، في وسط إحدى المظاهرات. فبالتالي يعني لا أحد يحاول أن يزايد أن هناك ثورة ضد النظام. هؤلاء كانوا قد تم استجلابهم من الخارج، من الذين تم تجنيدهم في الخارج وأتوا بهم إلى الداخل، وقادهم السفير البريطاني نفسه وتم اعتقاله في وسط تلك المظاهرات. يعني هذا الموضوع يجب أن نخرج منه، أن الشعب هو ضد الثورة 40 عاما والشعب يصوت لصالح هذه الثورة. ولكن أيضا يعني هذا لا ينفي دكتور عبدو، يعني أيضا لا ينفي آلاف المتظاهرين في الشوارع، يعني حتى يعني هذه أنت تتحدث يعني عن الرواية الرسمية الإيرانية. نحن نتحدث أن إيران فيها 90 مليون إنسان، يعني يعني لا يمكن أن يكون 100% كل الناس توافق على هذا الشكل من النظام أو ذاك، يعني لا يمكن أن نستبعد هذا العمل. لكن السفارة البريطانية تحديدا كانت تقود هذه المظاهرات. ثانيا، أن فيما يتعلق بسؤالك، يعني الكلام عن أن الضربة العدوانية الإسرائيلية على سوريا استهدفت مواقع إيرانية، هذا كلام هراء. هم كل مرة يقولون أنهم كبدوا ضربوا الإيرانيين. يعني إذا أردنا أن نحصي هذه الضربات فإن أعدادها تفوق بكثير ما يمكن أن يتخيله إنسان من وجود المستشارين بإيران أو غيره. الضربات الإسرائيلية هي مسألة تثبيت وجود أننا ما زلنا هنا. أما الكلام عن عدوان تقوم به إسرائيل على إيران بتغطية أمريكية أو سعودية، ليكن واضحا ومعلوما، القيادة في محور المقاومة من رأس الجمهورية الإسلامية إلى آخر عنصر في محور المقاومة ينتظرون هذه اللحظة الغبية التي تقوم بها أمريكا أو ربيبتها إسرائيل بهذا العمل الغبي العدواني، لكي يشعلوا الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط تحت أقدام الأمريكان وعملائهم الصهاينة. ولكن يعني دكتور عبدو، يعني أكثر من مرة الجانب الإيراني اعترف بوجود قتلى، والجانب السوري اعترف بهذه الغارات، ولم يكن هناك رد إيراني. الجبهة السورية موضوعها مختلف تماما عن أي عدوان تتعرض له الجمهورية الإسلامية بشكل مباشر. هذا ملف آخر لا يتعلق بالجبهة التي ممكن أن تعترض أو يعني تمارس ضد الجمهورية الإسلامية. أي عدوان بهذه الفترة بشكل واضح وعلني، ليس مجرد عملية صاروخية كما قامت إسرائيل بهذه الفترة، أي عدوان حقيقي على أي طرف من أطراف محور المقاومة سوف يشعل المنطقة كلها. ممنوع استفراد أي طرف من أطراف محور المقاومة بكل المعايير، بكل المقاييس. الجميع جاهز لهذه الخطوة وينتظر لحظة الغباء الأمريكي الصهيوني. إن كانوا هم يستطيعون التهديد وبداية العدوان، فإنهم لن يستطيعوا نهايته، ولن تكون المعركة في نهايتها كما تكون في بدايتها. طيب سيد يوسف عزيزي، هل تتفق مع ذلك في حال توجيه، يعني نتحدث عن سيناريو توجيه ضربات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر للحلفاء كما يحدث في سوريا من تنفيذ غارات، هل سترد إيران سواء في سوريا أو في منطقة أخرى، هل سترد إيران أم ستمتص الضربة؟ أولا يجب أن أرد على ضيفكم في لبنان اللي اتهم الحركة اللي عمت في 150 مدينة كبرى وصغرى في إيران في العام الماضي بأنها السفارة البريطانية تغودها. السفارة البريطانية سفارتها كانت قريبة لشارع المظاهرات، والسفير بالصدفة كان يعني يمر من هناك، وإيران اعتقلته لساعات كي ترحل فشلها
في هذه الاحتجاجات، ويعني في الواقع هذا إساءة للشعوب الإيرانية المناضلة التي تناضل ضد الحكم الاستبدادي الشوفيني المهيمن على صدور الشعوب الإيرانية في إيران، حكم ولاية الفقيه، هذا أولا. وثانيا عما أي محور مقاومة نتحدث، إيران المخترقة من قبل الجواسيس الإسرائيليين، إيران اللي سرقوا منها يعني أطنان من الوثائق من وسط محافظة طهران وأوصلوها إلى نتنياهو كي يعلنها في سبتمبر 2018 ليثبت أن هناك في الواقع يعني اختبارات نووية في إيران. إيران التي يقتل في شارع باسداران القريب لوزارة الاستخبارات اللي ضيفكم يعرفها من المحتمل وله يعني هناك يروح ويجي، فهناك في شارع باسداران قتلوا أبو أحمد المصري التي تستضيفه إيران من يعني قادة القاعدة وبنته مريم، وأيضا مساعد وزارة الاستخبارات كان جاسوسا لإسرائيل. إيران نفت ذلك. دكتور عبدو أعطيتك المجال، سأعود لك نتحدث. هذه الدولة المخترقة المعادية لطموحات شعبها في كل الأمور والمعادية لطموحات الشعوب المجاورة لها، هذه من شكل. أما سؤالكم عفوا، هل سترد إيران برأيك أم ستمتص أي ضربة توجه لها؟ كل ما فيها، إذا تم مثل هذه الضربة وأنا أستبعدها، في الواقع ستعمل شيء مثل ما فعلته في العام الماضي، أي ستخبر حلفائها في العراق مثلا الحكومة العراقية قبل ساعات لأننا نريد أن نضرب فلان قاعدة أمريكية. وأنتم تعرفون أنه العام الماضي أخبرت العراق، والعراق عبد المهدي يعني خبر الأمريكان بالضربة، والأمريكان أخذوا الاحتياطات اللازمة في قاعدتهم العسكرية. فكل ما تفعله إيران في هذا المستوى إذا أرادت أن ترد على أي هجوم أمريكي محتمل. طيب دكتور فارس، آخر التصريحات الإيرانية في إطار هذه الرسائل المتبادلة، وزير الخارجية الإيراني قال إذا قرر بايدن العودة للاتفاق النووي فإن إيران ستعود بشكل كامل لتنفيذ التزاماتها. برأيك أمام هذا المشهد الذي سيتسلمه بايدن، هل من السهولة أن يعود للاتفاق النووي، أن يرفع العقوبات بجرة قلم؟ لا طبعا، العقوبات يعني هذا شيء معروف للجميع، يعني قد تأخذ أوقات زمنية مختلفة بحسب نوع العقوبة وتأثيرها وربما درجة تأثيرها أيضا على الشعب الإيراني. لكن موضوع العودة إلى الاتفاق النووي الحقيقة يعتمد على نوايا الطرفين. المشكلة هي بين الولايات المتحدة الأمريكية حصرا وبين إيران، ليست مع بقية الأطراف. لذلك أعتقد أن الأمور ستعود إلى مجاريها فيما إذا تجاوزنا هذه المرحلة الحرجة. هذه المرحلة جدا حرجة، وأعتقد أنها يراد لها أن تقلب أو 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 يعني تمزج الأوراق فيما بعضها البعض، حتى الحقيقة من الصعوبة بمكان يكون على الرئيس الجديد أن يتخذ قرارا ملزما للإدارة الأمريكية بتجنب أي صدام مع إيران. وأيضا الحقيقة موضوع الأشياء الأخرى التي تمتلكها إيران غير القضايا النووية، غير الاتفاق النووي. إيران لديها الآن طاقة صاروخية كبيرة، لديها صواريخ يعني مداياتها من 150 كيلومتر إلى أكثر من 2500 كيلومتر، وهذا الموضوع الحقيقة يثير رعب لدى القوى المتعددة في الشرق الأوسط، وأيضا لدى القوى العالمية التي تريد أن تكون هي المهيمنة في قطاع الأسلحة وقطاع التحكم بالقوى الصاروخية الكبرى. لديها وسائل ولديها ربما أذرع
ميليشياوية خطيرة جدا كالتي توجد في العراق والتي ربما في اليمن وفي سوريا وفي أيضا لبنان. لذلك الموضوع ليس موضوعا سهلا. إيران ليست دولة مسالمة، ليست دولة طبيعية حتى يمكن أن يتجاوزها حتى بايدن أيضا سيقع في مشكلة. إيران لم تساعد أحدا على أن يتعامل معها كدولة مسالمة ودولة صديقة، ما عدا حلفائها الذين يؤمنون بولاية الفقيه. لا تجد لإيران صديق في العالم، هذه حقيقة يعلمها الإيرانيون، القادة الإيرانيون عندها حلفاء، والحلفاء هم حلفاء إلى حد الممات ربما، لكن سياساتها وطريقتها في تصدير ربما الثورة الإيرانية بأساليب مختلفة لم تبقي لها أصدقاء، وكذلك لم تبقي للمقابلين لها من منطقة الخليج. وربما رئيس وزراء العراق الحالي الآن حاول عدة مرات أن يحيد التصرفات الإيرانية من النزعة ذات النفس ربما الشوفيني أو النفس الطائفي أو النفس الذي يتعلق بقيادة الجماهير بروح الثورة كما يسموها، لم يجدي نفعا معها كل المحاولات حتى أنها دعني أذهب للدكتور عبدو. دكتور فارس، التصرف مع العالم بشكل ربما معقول ومنطقي. دكتور عبدو، يعني بناء على هذه الإشارات من وزير الخارجية الإيراني بأن إيران مستعدة للعودة بشكل فوري لتنفيذ التزاماتها في حال عاد بايدن للاتفاق النووي، هل يمكن لإيران أن تعود دون شروط مسبقة، دون أن تفرض شروط؟ يعني رد سريع حول أن إيران لم يعد لديها حلفاء إلا محورها، هذا كلام يعني يجافي الحقيقة بشكل مطلق. أمريكا الآن لم يعد لديها صديق في العالم حتى حلفائها في الناتو. أمريكا تعرضت لصفعة مدوية في مجلس الأمن الدولي حيث صوت حلفائها البريطانيين والفرنسيين تحديدا ضد الولايات المتحدة ومحاولة تمريرها لمشروع العقوبات على الجمهورية الإسلامية. إيران لديها علاقات مع كل العالم عدا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، أما أمريكا لم يعد لديها أي علاقة صداقة مع كل العالم. أما فيما يتعلق بسؤالك حول يعني عودة إيران إلى الاتفاق النووي، أولاً الذي كسر الاتفاق والذي خرج من الاتفاق هو أمريكا، فعلى أمريكا أولا أن ترجع عن هذا الذي فعلته، ترجع إلى الاتفاق، تلغي كل مفاعيل التي جاءت من خلال العقوبات التي أدرجتها بعد إلغاء الاتفاق، حينها ترجع إيران إلى الاتفاق، لأن هذا الاتفاق ليس ثنائيا، هو اتفاقا دوليا، وإيران لا يمكن لها أن ترضى بأي نوع من المفاوضات الجديدة لتعديل الاتفاق الدولي. هذا الأمر محسوم لا جدال فيه. القيادة من رأس القيادة في إيران بسماحة القائد حفظه الله إلى أصغر المسؤولين، هذا الموقف حاسم. ترجع أمريكا إلى الاتفاق، تلغي كل مفاعيل الإلغاء، وحينها تعود إيران إلى التزاماتها الدولية، وإلا لا يوجد أي مجال للمفاضلة بين بايدن وبين ترامب. شكراً. نحن نفاضل بين نجاستين إحداهما سوداء والأخرى بيضاء، لا يوجد مفاضلة. الديمقراطيين هم أسسوا داعش، والجمهوريين هم من دعموا داعش في المنطقة. وصلت الفكرة دكتور عبدو، على حماية الكيان الصهيوني في المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور عبدو اللقيس، الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية من بيروت. أشكر ضيفي أيضا السيد يوسف عزيزي، الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية من لندن، والدكتور فارس خطاب، مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل من لندن أيضا. شكرا جزيلا لكم. نهاية الحدث الإيراني، إلى اللقاء.